نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الحالي الدرجة الفعلية في امتحان الدور الثاني. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على أنه يسمح للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول دخول امتحانات الدور الثاني لتلك المواد حسب قواعد الدور الثاني، والتي تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية، وذلك وفقا لإجراءات قانونية متبعة في هذا الشأن، مهيبة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات.